إن كنت لا تعرف من أين تبدأ بأسلوب حياة أكثر صحة، فأنت بحاجة إلى تجربة الطهي الصحي مع رجاء. Si vous ne savez pas où commencer un mode de vie plus sain, vous devez essayer une cuisine saine avec Rajaa. If you don't know where to start a healthy lifestyle, you need to try healthy cooking with Rajaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على قناتي وقناتكم healthy cooking with Rajaa. وككل يوم أحد أنا معكم في الموعد وفيديو جديد، وليس بجديد في الحقيقة، هو فيديو كان عندي من 3 شهور وحان الوقت اللي كان نشاركه معكم، اللي هو عبارة عن ورق العنب محشي مع قطع اللحم الضان اللي هو كيتسمى رياش أو لامشوب. درت تبلت اللحم ديالي بالطريقة الخاصة، كان أخذ الثوم فقط غير كان هرمشة كنخليها كك صحيحة مع التوابل. دائما الكركم عندي أنا حاضر، هنا اللي ضفت بس داك الحبوب ديال الماسترد الخردل، وفي نفس الوقت كنمزجهم هكذايا باش كيعطي داك المذاق ديال الخردل مع الثوم، كيعطي المذاق اللحم الضان عفوا، ويعطي واحد المذاق خاص. اما ورق العنب راه عندي في القناه، درتو محشي بطرق بحشوه مختلفه، واليوم ارتأيت نديرو بالارز. بالنسبة للمقادير أو المكونات غادي نخليها لكم في صندوق الوصف طبعا ككل مرة. بالنسبة لورق العنب، كنعرفوا بأن ورق العنب أو ورق الدوالي اللي كيتم الحصول عليه من أشجار العنب في بداية الصيف، داكشي اللي كنقول لكم أنا هادي درت الأصفة هادي درتها في الصيف. والمهم تيتم حفظه بعدة طرق لموسم الشتاء، مثل وضعه في وعاء زجاجي وماء مالح أو داخل أكياس من البلاستيك بعد تفريغها من الهواء، ثم يوضع في الثلاجة، ويمكن تخزينه كذلك في أوعية بلاستيكية أو زجاجية دون إضافات، بشرط أن تكون محكمة الإغلاق. لهذا فورق العنب ممكن يكون عندنا متوفر طيلة السنة. هنا كندير لكم عريش باش كنضمنوا اللحم طاب، وكنزيد طبعا التمر الهندي اللي كيعطي واحد التعسيلة لواحد المذاق خاص للورق لأي محاشي بصراحة. المهم أن اللي بغيت نقول لكم على ورق العنب، كتويز هذه الأوراق بأنها غنية بالأملاح المعدنية الضرورية للجسم، مثل الحديد والحديد والبوتاسيوم والفوسفور، وكذلك كيحتوي على واحد النسبة مرتفعة من السكريات البسيطة جلوكوز، كذا اللي كيسهل أو معروف أنه كيتميز بسهولة الهضم وما كيتحولش لدهون، بحيث الكبد كيتخزنها لحين الحاجة ليها. بالإضافة أن أوراق العنب كتمد الجسم بالطاقة، كونه كغني بمستوى عالي من السعرات الحرارية اللي كتتراوح ما بين 60 حتى 160 سعرة حرارية لكل 100 غرام حسب الصنف، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة جيدة من الألياف اللي كتحد من حدود الإمساك، وكتنظم لمستويات السكر والكوليسترول في الجسم. أما الفوائد الطبية للورق العنب راها كثيرة، غادي ندخل معكم فيها بعد ما نقول لكم. شوفوا الطريقة اللي كندير ورق ديال الألمنيوم، ولكن دائما كندير الورق ديال نسميه ورق ديال الزبدة باش كنبقاو نخدمو بطريقة صحية. من بعد كنفرش البصلة هي الأولى، كنستف الأوراق ديال اللحم ديالي متبل، وفي نفس الأعاد كنغطيهم بورق العنب وكنغطيهم مزيان وكندخلهم الفرن، يعني ما كنكثرش من الحرارة، كنخليهم ياخذوا وقتهم الكافي حتى أكثر من ساعة ساعة ونص على راحتهم باش كنمشي لشغالي، ومن بعد عاد كنرجع ليهم. شنقول لكم راه كيجي واحد المذاق بحال مبخر بحال محمر، غزال غزال غزال، كيجي واحد الطريقه ما نقدرش نقول لكم. المهم اللي بغيت نقول لكم، نكمل لكم على فوائد الطبيه ديال ورق العنب، انه كيزيد من نشاط الكبد وكيقاوم الالتهابات، كيحفز نشاط الدوره الدمويه وكينظم وظائف القلب، كيفيد مرضى السكري وكيحد كذلك من نقص المناعه، كيفيد مرضى الروماتيزم ومرضى النقرس، كونه كيساعد الجسم على التخلص من الأحماض العضوية اللي تنتج عن تناول الدهون والبروتين، كيحد من الجلطات وهو مضاد للسموم والبكتيريا والالتهابات، لأنه كيحتوي على مركبات الفلافونيد، كما أنه كيحد من حباس البول أكرمكم الله وأمراض الجهاز الهضمي، وكيقلل من الألم الزائدة الدودية، كذلك مضاد لمرض السرطان وخصوصا تحديدا سرطان الأمعاء، أبعد الله عنكم شر المرض. كيقاوم الإدمان لأنه كيحتوي على مادة ريسفيراتورول اللي كتحمل على غسيل الدم،
كيساعد على تخسيس الوزن لأنه كيحتوي على سكريات بسيطة كتخزنها الكبد حتى الوقت الحاجة. وانا علاش كنتناولو بكثرة؟ لأن كذلك كيساعد على التهابات الجيوب الأنفية لأن كنعاني منها ورشح، وكيخفف التهاب اللثة. هنا غادي نتحول كما كتشوفوا الفيديو، كندير داك الكيل مع الفطر، ودرت معهم اوراق الشبات، واوراق الشبات كيتناسبوا مع ورق العنب. فوق ما ديروا ورق العنب محشي كيتواتوا اي محاشي استعملتوه. انا كندير شويه ديال الزيت، هاد السلطه ديال كتعجبني في اي فصل بصراحه. كندير الخضر اللي كنكون تشويها وتخزنوها حتى هي في المجمد الا بغيتو. انا اي امراه عامله انها ملي يكون عندها وقت الخضره تشويهم وديرهم في الاكياس وتخليهم في المجمد، هكذا كيكون كنسهلوا الامر ديالنا. واخا انا كنقول من الاحسن ناكلو كل شيء طري، ولكن مستحيل بالوقت كيكون عندنا يعني كيمر بسرعه والله الغالب. فالمهم حتى هكا ولا بلاش. من بعد كنضيف هنا كما كتشوفوا الرز، هذه الطريقه ديال الارز كتجي كسلطات كمقبلات كيجي رائعه يعني مشبعه. وممكن كما قلت لكم كيمكن نديروا هذه الوجبه في اي وقت. من بعد كنتبلها بالكركم، وممكن تتبلوه باي طريقه بالبهارات اللي كتعجبكم. انا كنقول لكم ملي كنرجعوا للبهارات كل واحد يدير البهارات اللي كتناسبه. هي هي كما قلت وأكررها دائما، نحاولوا أن ندخلوا الأعشاب المنسمة اللي كتكون مفيدة، وحتى البهارات المفيدة كالكركم والزنجبيل والقزبرة الناشفة. أنتم كما كتشوفوا الزعفران شعراته هو مهم جدا جدا جدا. الناس بالنسبة لورق العنب راه اللي بغيت نقول أنه حيت كيتميز بالحديد والبوتاسيوم فهو كيكون مهم جدا خصوصا النساء بسن الياس، وكيحد من خطر الاصابه بهشاشه بالهشاشه العظام. الرز ديالنا كنغطيو عليه وكنخليوه يوجد بالمهل. ها انتم كتشوفوا هنا بدا نحل على الحيمه ديالي ديال الكوتليت طايبه. هنا كنضمن بان اللحم طايب مزيان وانا صاجني سخون. كنحاول نوريكم مي كان سخون 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 بصح، ولكن شوفوا ها انتم الارز كيطيب كيتساوى كيجي غزال غزال وريحه. يا شنقول لكم ريحه، يا سلام يا سلام. اما هاد الصلصه اللي بقات تنخليها وكنستعملها كنلدد بها طبق اخر بصراحه. هنا ما حمرتش اللحم، خليته هكا قلت لك كيجي غزال طايب. هذا هو الصحن النهائي ديال الارز ديالنا، هذه هي السفره او الشكل النهائي في السفره ديالنا هذه الليله. فيها الكيل مع الفطر كيجي هذه الاكله هذه خفيفه ولذيذه ومفيده، والفلفل معمر بالفريك طبعا، وجبن ديال الماعز. وهنا درت هاد السلطه كانت عباره اللي نقدر نشاركها معكم حتى النهار اللي ندير المندي، كتجي غزاله مع الرز والزبادي طبعا. شنو اخر؟ ريز القوق، وطبيعة الحال العصير ديال البنجر الباربا او الشمندر اللي دائما حاضر عندي انا كل ما كيكون متواجد اكيد، لان راه قلت لكم على الفوائد ديال الشمندر. اما كنديرهم كسلطات او مشوي او هكذا طازج، ويا سلام يا سلام يا سلام. من الملمح ديالنا هذا الاسبوع قال لك وحده كتشكي الام ديالها من راجلها، قالت لها يا ماما كرهني راجلي في حياتي، وقت ما نطيب شي حاجه كيعطيها للكلب. قالت لها جا امها ردت عليها قالت لها يا لطيف وكيبقى الكلب مسكين. ان شاء الله نديم عليكم الضحكه باذن الله. حنا وصلنا الان اخر الفيديو، وانتم نخليكم كتفرجوا على السفره او الشكل النهائي. هنذكركم ونقول لكم خوتي عندك وتنساو الهدف ديال هاد القناه. حنا دابا اليوتيوب او الخوارزميه ديال اليوتيوب كلها تغيرات، ولا دابا الان شكون اللي كيتتبع او شكون اللي كيطلع القنوات اللي كتطلع القنوات اللي كتنشر التفاهه او الحياه الشخصيه. انا عمرني ما غادي نشر معكم هادشي، كونوا متاكدين ليس هذا هو هدفي. لهذا الله يخليكم انتوما هما الامل ان هاد القناه باش تطلع. ديروا شير مع الاهل والاصدقاء، وكما قلتها لكم اذا كنتم امنين بالهدف ديروا شير، هذا هو الصدقه ديالكم، الدال على الخير كفاعله. انا كندير له ليا اعوذ بالله بقوله انا، وكنبلغكم مش رياء او مش هذا باش نبان، ولكن
حتى كنقول اللهم شهد فإني بلغت، اللهم شهد فإني بلغت. هذه مشاهدة تبرع فقط، لا أطلب منكم مالا ولا أطلب منكم شيئا، فقط الفرجة وعمل لايك وشير ودعم القناة بهالطريقة هذا فقط. وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله لقاكم في الأسبوع القادم وفيديو جديد، وأترككم في أمان الله وحفظه.